سلمت، شو هدول؟ هدول الطلبيات تبع العينات سوهان خانو، سوينا من نوع 50 ومن النوع الثاني 100. الطلبية من هي العينات. حتى سألت إذا رح نكتب نفس الكتابة كمان. شيرين! شيرين مو هون، جسوري بيشتغل؟ مساء الخير. روحوا خدن معك، روح بسرعة. يلا قل لي أي عشق لم يغرق في الأحزان، أي عشق لم يهدم ولم تهزه الريح القوية. صار في غلط جسور. سوهان ليش غلط؟ أنا برأيي هي فكرة حلوة كتير. طيب يعني وقتها كنت عم فكر فيها لشي وتراجعت وشيرين خربطت بالطلبية. أنا برأيي لا تتراجعي بنوب، فكرتك حلوة كتير، اصحك تتراجعي. بس أنا ما فيني بيعه، بدي اهديهن لأمك، هذا اللي خطر على بالي. شو حلوة هالحركة، شكراً إليك. طيب مو مشكلة، أنا رح أخذ واحدة منهم. شيلي لي هاي لإلي، وفيك تهدي الباقي للزبائن. أنا رح أخذ هاي هدية منك على عيد الحب. شكراً حبيبتي. أنت مين يلي قالك إني رح أهديك شي على عيد الحب؟ أنا أخذت هديتي من زمان. شكراً إليك. لسه ما جعتي؟ لو ما حكيت أنا ما كنت حاسة. زوجك حبيبك حس فيكي واجا لهون، وكمان حضر لك هالسلة بإيدي. شكرا. وقفوا، لا تعملوا هيك. خبرت المحامي ليجهز العقود؟ أنا شايفك ما طولتي بالتفكير. يعني بتمنى أنه أنتوا ما تكونوا حكيتوا بشكل عادي. لا، وين الصورة؟ هون معي. ما عطيتها للنائب؟ الصبح باخدها. هي أول مرة بعد وقت طويل منقعد ومناكل سوا. إذا عم تراضيني مشان اللي صار الصبح أنا نسيته. أنا مشتاقلك. شوفي. ولا شيء. كنت عم فكر. قلنا 30 يوم متزوجين. شو عم تعدون؟ غريبة ما؟ لا، بس اليوم الصبح كنت عم شوف الروزنامة، من 4 كانون الثاني لـ2 شباط، إذا جمعناهن بيطلعوا معنا 30 يوم. مو ملل تمر هالأيام بهالسرعة؟
أنا كان قصدي أقول مبروك. على شو؟ سوهان، بدي أسألك سؤال. اليوم ماركو رهان، بتعرف الممرضة؟ انسى، ما في شي مهم. شو هاد؟ هاد صار له شهر معي. يعني أنا ما صار لي فرصة أعطيك إياه لما تغيرت الأمور. شو قصدك بتغيرت؟ أنا قصدي يعني أنسي، قصدي مو مهم كتير، بس ما مشيت الأمور مثل ما كنت مخطط. هيك بدي أحكي. أبوكي اليوم قال إنه ما صدق ابنه، لهيك أنا بدي منك تلبسي هالخاتم بإيدك. على أساس نحن ما بيهمنا إذا بابا صدق هذا الموضوع. أول شي عقد الزواج، وهلأ هاد. أنت كتير عاطفي اليوم. طالما متزوجين فبالتالي وجود الخاتم بإيدك لازم. صحيح. وانت اذا بدك بحط. شكرا لك على العشاء اليوم، وحلو يلي عملته. وهلا اذا بتسمح لي انا لازم اروح. العفو. صحة وهنا. شكرا لك. اي نعم اخي. جسور، شوفي كسروا صيدلية كورلو داغ. شو؟